أهلا بكم مشاهدينا في المناظرة اليومية. يدور في أروقة المؤسسات الإسرائيلية نقاش حول كيفية التعامل مع الجسر الممتد من باحة الحائط الغربي إلى باب المغاربة، أحد أبواب القدس العتيقة والمسجد الأقصى. مؤسسة صندوق تراث الحائط الغربي المسؤول عن الموقع تدرس فكرة ترميم الجسر الخشبي الأيل إلى السقوط، فيما طالبها مؤخرا مهندس البلدية بإدراج مقترح إقامة جسر بديل دائم. مهما اختلفت الخيارات واحتدت النقاشات إلا أنها تجرى خلف الكواليس، فالجميع على علم أن النبأ لو خرج للعلن سيسبب ضجة وتوترا وربما أعمال عنف. هل يحق لإسرائيل ترميم أو استبدال الجسر؟ أم أنها بعملها هذا ستهود المدينة كما يقول الجانب الفلسطيني والذي يطالب بالقدس العتيقة وأيضا محيطها كجزء من دولتها المستقبلية؟ ألا يجب الإقرار بالأمر الواقع بما يشمل سيطرة إسرائيل على الحائط الغربي واعتنائها به كمكان مقدس لليهود؟ أم أن خطوة كهذه ستجر المدينة إلى توتر وعنف؟ وأحداث الأقصى وباب المغاربة السابقة خير دليل على ذلك. بعيدا عن السياسة والصراع، ألا يجب أن تقوم إسرائيل بما يلزم لمنع انهيار الجسر الحالي حفاظا على سلامة وأرواح الناس بغض النظر عن دينهم وقوميتهم؟ وفي هذه الحالة لماذا طلب من المقاولين الضالعين في الموضوع التوقيع على وثيقة كتمان وسرية في كل ما يخص أعمال الجسر؟ ينضم إلي في هذه المناظرة دكتور يوفين بيركو المحلل السياسي وأيضا دكتور أحمد غنيم القيادي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح. دكتور أحمد، سمعت التساؤل المطروح، ما رأيك؟ شوف، هناك منذ الاحتلال يعني 67 وحتى منذ إنشاء دولة الكيان الإسرائيلي على أرضنا الفلسطينية كان هناك عملية مستمرة لتهويد وأسرلة الأرض الفلسطينية ومحاولة تغيير وتزييف كل الحقائق التاريخية حول ذلك. أنا أريد أن أقول مجموعة من الحقائق، لا أريد أن أدخل بجدل في هذا الموضوع لأن هناك كثير من التزييف الذي وضعه الإسرائيليين في الوثائق وفي المعطيات التي يتم تداولها. الحقائق هي أنه لا يوجد حجر واحد في حائط البراق يعود لفترة ما يسمى فترة سليمان عليه السلام، وأنا لا أعتقد على الإطلاق أنه كان هناك هيكل في هذا المكان، ولكن الحقائق التاريخية لا يوجد أي حجر في هذا الموقع اللي هو من باب المغاربة إلى التنكزية، إلى المكتب التنكزية اللي احتلوها الآن وقاموا فيها موقع عسكري، يعود لفترة سليمان. وكل ما ينشأ والاستيلاء على باب المغاربة هو جزء من العدوان الإسرائيلي على أرضنا المحتلة ومحاولة للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك ومنع حرية العبادة في هذه المناطق. ليش في المسجد الأقصى؟ مدينة القدس بنيت في محيط المسجد الأقصى وصممت هندسيا كل الأبواب، سواء أبواب المدينة أو أبواب المسجد الأقصى، حتى تصل كل الأحياء بسهولة إلى المسجد الأقصى. انظر كيفية التشكيل الهندسي للمدينة، كل المدينة يعني أي مواطن من أي حي من أحياء القدس يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى خلال 3 دقائق، وهذا ليس لم يكن عفويا، سواء من أحياء اللي داخل القدس أو الأحياء اللي خارج القدس. كانت السيطرة على بوابة المغاربة هو عملية الدعاء. يعني مثلا على سبيل المثال، خذ حتى البريطانيين يعني في سنة 28 في كتابهم الأبيض اللي أصدروا قالوا بكل وضوح هذه المنطقة جزء من الوقف الإسلامي. معلومات تاريخية كثيرة، لكن هم يتكئوا على عملية التهويد، تتكئ على تزييف حقائق، لا يوجد حجر واحد. نعم، نسمع رئيس دكتور بيركو لكي نوزع الوقت بين صار. دكتور بيركو، سمعت ما قاله دكتور أحمد؟ قال لا يوجد حجر واحد، ولكن يوجد هناك أقوى من حجر واحد. كل تصميم المنطقة، منطقة الهيكل وحوله،
هي يعني وراثة لبني إسرائيل خالدة في القرآن الكريم وفي الديانات الثلاثة الأخرى. يعني بدناش ندور على حجر في أقوى من حجر اللي هو القرآن الكريم، يدل بكل وضوح. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، الأرض التي باركنا فيها وكل المفاس. أرجوك لا تقطعني لأنك تكلمت ولم أقطعك. فيعني في الآية القرآنية قد أغلط، ولكن هي تقول بكل وضوح الأرض المباركة هي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هي وراثة خالدة لبني إسرائيل، ولم يذكر الافتراء المعاصر اللي هو الفلسطيني. لم تحتل القدس ولم تتحرر من أيادي فلسطينية، لأن هذا افتراء لم يكن له أي شيء دلال ولا حجر ولا شجر. لم تكن دولة فلسطينية مستقبلا كتكون. أرجوك أنت أعطيته حرية الكلام ولم تكتبه. أريد أن نبقى معك لكن أريد أن أحصر النقاش أكثر في قضية الجسر والمنطقة. لا أنا بدي أتكلم عن جسر، ولكن بحيثيات حيث كان هناك خطاب عظيم عن تزييف التاريخ. التاريخ عمر بن الخطاب كان يطالب كعب الأحبار يري وين هيكل اليهود في المكان اللي أقاموا فيه مؤخرا في العصور الأموية، وابن مروان عبد الملك بن مروان، عشان ينافسوا المكة. والقبلة الأولى التغت، والفلسطيني لم يكن ولم يكن له دليلا في الكتب المقدسة ولا في التاريخ. لا ندور الأحجار، ندور تاريخ المسجل مدون في عند المسلمين أنفسهم، وطبعا في العهد الجديد والعهد القديم اللي هو التوراة. ولذلك القدس ليست بمسيرة تهويد، هي يهودية. ولذلك يعني ليس هناك أي أساس لكل افتراض وكذيب. الشعب الجديد اعترف بوجوده، ولكن جديد افتراء جديد، ونحن نقبل بوجوده ونريد كما تفضل ضيفك الكريم أن يكون له مستقبلا دولة. ولم تكن له دولة في لا عند العثمانيين ولا عند الاحتلال الأردني للقدس ولا. ولذلك عندما يكون هناك فلسطيني وله دولة، سوف نتكلم عن دولتي العاصمته العتيدة، مش بالقدس هي يهودية. أما بخصوص المسجد الأقصى، أنا كنت شرطي في القدس، وأقول لك بكل تأكد الشرطة الإسرائيلية والحكومة التي تحافظ على الستاتيكو هي كلمة السر لشرعية حكومة، يعني شرعية ديمقراطية مبنية على أسس دينية ووطنية وتاريخية في هذا المكان. فلذلك هذا الممر الجسر هذا اللي أردت أن تسألني عنه، كان هناك جسر ترابي هو ممكن يكون بقايا الاقتحام الرومان لبيت المقدس اليهودي، وتجد هناك بقايا من البيت المقدس، منها الخائط الغربي اللي هو الخائط. وعندما تم الإسراء والمعراج تكلموا عن الجعرانة، هناك يعني مشايخ كتار اللي بيقولوا في إنه المسجد الأقصى هو بالجعرانة. ولكن إذا قلنا إنه الخائط الغربي هو من بقايا بيت المقدس لمئات السنين، نعيد 2000 سنة من خرابة المقدس، فهذا الممر بده ترميم. جملة أخيرة وعديك تفضل. حتى الأوقاف الإسلامية عندما يزور السياح واليهود الأقصى من خلال الستاتسكو يأخذوا أموال التذاكر عبر الجسر هذا. هل نريد أن نعرض هؤلاء إلى خطر؟ طبعا لا. حكومة مسؤولة لن تسمح بذلك. دكتور أحمد في البداية ومن أجل تصويت فتح الحوار، أعلم أن النقاش تاريخي واسع جدا ولن نتفق عليه، لكن نريد أن نركز هنا أكثر على باب المغاربة والمنطقة هناك. سمعت ما قاله دكتور بيركو، قال بغض النظر اختلفت معه أو وافقته، هناك سياح يمرون وهناك أحيانا ممكن فلسطينيون وعرب ومسلمون يمرون من هناك، ويجب تصليح هذا الجسر للحول دون حصول كارثة كما حصل في ميرون على سبيل المثال. شوف الحقائق التاريخية الموثقة خاصة لجنة الأمم المتحدة والكتاب الأبيض وغيره، هذا ما فيش فيها اتفاق، يعني مش محتاج حد يتفق عليها، هي حقائق تاريخية. رد على القرآن الكريم وعمر بن الخطاب، لا يوجد شيء في القرآن، وحتى التوراة لا يوجد شيء في القرآن يعطيك حق.
يعطي اليهود حق في أي شبر في مدينة القدس. يا سلام. لا يوجد أي شبر. لم يذكر مدينة القدس بالمرة في القرآن. أنت. بس الفلسطينيين مش مسكرين. بأي سيرة. تفضل. بس لازم تكون بخصوص القرآن. أنت غير ذكي. بخصوص القرآن. أنت تستخدم آيات القرآن. في القرآن. لنضع الكتب السماوية جانبا. انسى محكمة. انسى محكمة. لنضع. هذا احترام معسل. يا ضيوف قال موسى القوم ادخلوا الارض التي كتب لكم. طيب. كتب الله لكم. كتب لكم. كتب الله لكم. طيب انت كتب مين؟ طيب. مين كتب؟ يا عرفات. طب لنضع الكتب السماويه جانبا. لنضع الكتب السماويه جانبا. لنضع يا بني اسرائيل مش دكتور لنسمع دكتور احمد. دكتور بيركو المشاهد يعرف افتراءات واكاذيب الفلسطينيين. المشاهد العام حتى لا يعرف المشاهد العام ما المقصود. هناك فرق كبير في القرآن. المشاهد لا يفهم شيئا. المشاهد لا يفهم هكذا شيئا. لو سمحتم لنضع الكتب السماويه جانبا. بغض لا لانه ادعى على القرآن ما لا يوجد فيه ولا يجوز تمرير ذلك. لا يجوز تمرير ذلك. يوجد فيه فلسطيني. وضحت نقطه لكن السؤال القرآن ربنا عز وجل يضع الكلمات واسمها بحروفها تماما. ماشي لكن هذا ليس موضوعنا. ليس موضوع الحلقه. ما بقولش كتبت لكم. ماشي. كتب لكم دخولها. طيب. وفعلا هذا تم ولكنه لم يكتب. طيب. مش موضوع الحلقه. مش موضوع الحلقه. طيب. هي لنا اسرائيل. هذا ليس موضوع الحلقه. ليس موضوع الحلقه يا ضيوفي. يا قومي اذا جاء وعد الاخره جينا بكم نفيفه. كتب لبني اسرائيل. هذه نبوة. موضوع الحلقه الجسم وليس القران الكريم يا جماعه. الرسول الله دكتور وصلت النقطة. لنضع الكتب السماوية جانبا. لنضعها جانبا الآن يا دكتور. لنتكلم سياسة. لنتكلم سياسة قليلا دكتور أحمد. دكتور أحمد لنتكلم سياسة. قال إن السياح يدخلون وأيضا الأوقاف الإسلامية تجب الأموال. ما المشكلة إذن؟ دعني أثبت الحقائق التاريخية. تاريخيا لا يوجد حق لليهود في هذه المنطقة ولا حجر. أوصلت لهذه النقطة دكتور. لا يؤمنك ويصدقك. مسلم لا يصدقك. هذا الحي إذا تتحدث عن السلامة وعن الحقوق وعن كذا هذا حي وقف بوم الدين اللي هي منطقة حي المغاربة اللي قام الإسرائيليين بعد الاحتلال 67 بهدمها كلها. هدموا كلها وهجروا سكانها وقاموا بهدمها. للزائرين يعني أنت تتحدث عن حقوق للزائرين للمسجد الأقصى. للزائرين للمسجد الأقصى أكثر من حقوق الناس الذين هجروا من هذا الحي وهدموا وهدمت بيوتهم. أولا هذا الممر الذي يتم الحديث عنه لباب المغاربة هو من عهد السلطان قلاوان وهو من الفترة المملوكية. لا علاقة لفترة سيدنا سليمان. لا علاقة في هذا الموضوع. وهو ظل يخدم هذه المنطقة حتى جاءت الحفريات الإسرائيلية تحته بشكل متعمد وحفروا نفق تحته. هناك نفق أكثر من 488 متر تحت هذا الممر. الإسرائيل حفروا نفق. هذه الأنفاق اللي حفروها تحت هذا هل تدعي السلامة سلامة الناس وأنت تحفر أنفاق تحته؟ تم حفر نفق. هذا الممر أضعف كثير من هذا مخطط كامل متكامل. يعني هذا الجزء من الجسر لم يتهايل بسبب عوامل طبيعية. هذا صمد مئات السنين وهو مصمد ليصمد مئات السنين وبقي كما هو. تحفر تحته لتفرض حقائق جديدة وتبني من أجل تهويد هذه المنطقة. لذلك أولا إذا الجسر موجود منذ السنين السياسة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار مجلس الأمن 2-5-2 كل ما قاموا الإسرائيليين في القدس باطل ولاغي. نعم نسمع رأي دكتور بيركو. دكتور بيركو بما أنه جلب السياق التاريخي أنت تذكر وتعرف الأحداث التي حصلت في العشرينات ولجنة بلب والكتاب الأبيض أيضا عام 96 ما جرى في الأقصى أيضا عام جرى في الانتفاضة الثانية في الأقصى ما جرى فترة رائد صلاح كلها أحداث دموية وملأها التوتر والتحريض تعلقت بشكل أو بآخر باب المغاربة. هل تستعد إسرائيل مرة أخرى؟ باب المغاربة. كيف؟ بأماكن أخرى. لا لكنها متعلقة بشكل أو آخر بما حصل. إذا أردنا أن نعرض كل أو أرد على كل الافتراءات اللي
افتراها ضيفك الكريم. لا ترد، لكن جاوبنا على سؤالك. فقدنا أكثر من نص ساعة. جاوبنا على سؤالك. ولكن الجواب هو بسيط جدا. القدس هي مدينة يهودية، كل العالم المسيحيين والمسلمين يعلمون ذلك، وهو أمر ينبثق عن الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم. ليس هناك جدال على ذلك. على فكرة الخيط هذا اللي بتكلم عنه، الخيط الغربي، يعني على ما أتأكد هوردوس اللي عمره، وهذا جدير بالبحث. مش دكتور اسال بغض النظر، اذا تفضل ديفاك بهذه البطاريه، البطاريه الترابيه افتخر انه هي قديمه جدا، واذا هي قديمه جدا كما تفضلت، يعني شو اللي بيزعجك اذا يعني امنوها وقوبوها عشان ما يصير خطر على الزوار اللي بجاب الأوقاف الإسلامية تذاكر الدخول دكتور عبرها. لكن دكتور أريد أن أسألك، في كل مرة حصل مشروع أي حق في القدس دكتور جميل يخلق أمور دموية فيها. جملة أخيرة لو صفدها، لا أريد أن أبقى معك. في كل مرة حصل شيء، عندما هدمت التلة أسفل الجسر، وعندما حصل هناك أعمال، في كل حدث في باب المغاربة سببت مشاكل. أنت يعني خبرتني شو النقاط الدموية تفضل كما تفضل. في حديث أنا ما أتذكر، حديث نبوي يقول قطرة دم المسلم أغلى من مكة. ما ترى في هذا المكان أنه ليس للفلسطينيين فيه شيء، هم يخلقون أحداث دموية لتقوية وسحب انتباه العالم على قضية كاذبة. مكة يعني لا تساوي قطرة دم المسلم حسب حديث نبوي صحيح. فهم الذين يخلقون الأحداث الدموية، بغية خلق مشاكل في القدس التي ليس لهم فيها لا ناكة ولا جمال، وتاريخ يتكلم ذلك. هل كان هناك دولة فلسطينية عبر التاريخ؟ لا. هل هم أصحاب المكان في لحظة ما في تاريخ المعمورة؟ الأتراك وقبل البريطانيين بعدهم والمسيحيين والبيزنطيون وهذا وهذاك، ليس في حجر واحد اللي خطوه الفلسطينيين في هذه المدينة غير البيوت التي يقتلونها الآن، ونحن مش ضدهم. يعني لو حصل التوتر الآن الحق على الجانب الفلسطيني، يخلقون بشكل اصطناعي هذه الإشي، بينما ليس لهم في القدس شيء، لا بكرة ولا جمل، لا تاريخيا ولا دينيا ولا من أي ناحية، ليس له شيء. هل كانت هناك دولة فلسطينية؟ قل رد علي. هل الأردني اللي هو اليوم بموافقة إسرائيل صاحب القرار والامتياز بما يجري في المسجد الأقصى احتراما للتاجر الأردني، ليس للفلسطيني شيء فيه؟ يعني لم يكن، وإن شاء الله نحن، أنا بقول وأؤيد إقامة دولة فلسطينية، ليس لهم في القدس شيء. إن شاء الله يكون أبو ديس رام الله 60,000 احتمال لإقامة دولة لأول مرة في التاريخ. لم تحتل القدس من أيادي فلسطينية، هذا افتراء. لم تكون يعني أتمع يعني يفعلوا ما يريدونه وما يرونه مناسبا فيما يتعلق بالجسد. هم يخلقون بشكل اصطناعي أحداث دموية. نسمع رأي دكتور أحمد. حديث الرسول يقول مكة هي وصلت هذه النقطة، قطرة دم مسلم أغلى من دكتور أحمد كلها. أنا أعلم بأن لديك الكثير لتجيب عليه، وتحدثت قبل قليل عن المواثيق الأممية، لكن أنت تعلم بنفس الوقت يعني حتى مسؤولين وقادة في فتح من بينهم جبريل الرجوب قال إن هذا الحائط، سميه المبكى سميه البراق سميه ما شئت الغربي، قال هذا لليهود. وأيضا كان فيه هناك تفاهمات وراء الكواليس مغلقة بين أبو مازن وهيرتسوغ، إسحاق هيرتسوغ عندما كان زعيم للمعارضة الإسرائيلية، وتحدث أيضا عن تفاهم حول الحائط. ما المشكلة إذن؟ شوف، أنا فيما يتعلق في العمل السياسي فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى، أنا عقائدي ومؤمن تماما أنه لم يكن هناك هيكل، ولا يوجد أي حق لليهود في مدينة القدس. هناك شرية والحائط، إذا ما فيش هيكل فيش حائط. إيش الحائط؟ الحائط، أنا خليني أقول لك التوراة شو بتقول، مش أنا شو بقول. التوراة بتقول أن هذا الحائط البراق والارتبط. خليني أسألك البراق والارتبط. أنت سألتني البراق ربط في حائط البراق، لذلك اسمه حائط البراق. بس كان موجود قبل الإسراء، كان موجود مكان آخر، كان موجود. أما هذا المكان اليهود، إذا بدك اليهود وفق ما هم، وفق مش أنا، وفق ما هم، تعود 1840 فقط
فقط سمح الطلب العثمانيين أعطوهم مكان للصلاة فيه، مش هم طلبوا، مش اليهود طلبوا، العثمانيين كان اليهود يصلوا على جبل الزيتون لما يكونوا يصلوا في القدس على الإطلاق. بس دكتور، دكتور هو شعبان برمضان. بس دكتور جبريل الجوب لما قال الحائط أعطوه لليهود، جبريل الجوب تعرف أنه بيقولش إشي إلا بموافقة من أبو مازن. ما بهم قال، ما بهم قال الخليفة هذا الهيكل اليهودي. ما أقوله أنا وما مؤمن فيه أنا، حائط البراق حائط إسلامي لا يوجد لليهود في أي حجر لا تاريخيا، مش يراجعني، يراجع علماء الآثار اليهود إذا كان في حجر في هذا الموقع يمت للفطرة كل توابك الأولى يهودية، يراجع مش يراجعني أنا، يراجع يراجع العلماء الآثار اليهود، يراجع كثير. هذا غير صحيح وهذا تعبير حلو. غير صحيح، لا أنا بديش أقول كذا، هذا غير صحيح. أنا أحدثك بالأسماء، كاثلين كينيون التي حفرت كل الأرض، راجع تقاريرها إذا كان هناك حجر واحد يقول أن هناك كانتر روبنسون. كانتر روبنسون، كانتر روبنسون، سوف أعود لك يا دكتور. أعيد كل يتكلم عن بيت المقدس، الممر الذي يتحدث عنه، الممر الذي يتحدث عنه اللي هو الممر هيرودس، هذا ممر تجاري. لكن سياسيا دكتور السلطة مستعدة للتفاهم حول الموضوع، هو يريد أن يزامن الفترة الرومانية. لكن سياسيا السلطة، وهذا خداع في التاريخ تاريخيا ودينيا فهمنا، لكن سياسيا السلطة علماء الآثار يعرفوا كل علماء التاريخ. أنا أتحداه وأتحدى علماء الآثار اليهود الآن، يرجع لك أرثر كوستر، يرجع لأرثر كوستر، يرجع لفلانكشتاين، يرجع لكل العلماء، العلماء اليهود، علماء الإثنوبلوجيا والآثار اليهود نفسهم الموجودين الآن وعايشين، موجودين يعني مش عايشين، ارجع لهم وشوف إذا في أي هذا. بيهمنيش السياسيين شو بيحكوا. عندما تحدثت جهات في القيادات الفلسطينية عن تسوية سياسية، كان بيحكوا عن تسويات سياسية، ليس بالضرورة إنه إحنا هاي التسويات السياسية يعني. أنا على قناعة وقابل إنه يكون حائط البراق يعني لليهود، هذا غير مقبول، إلي غير مقبول. طيب دكتور بيركو، دكتور بيركو أنت قلت الكثير حول يعني قامة القيامة. شوف دكتور لكن سؤال، قل ما تريده، لكن السؤال فيما لو كنت كل ما قلته يعني صحيح ودقيق وما إلى ذلك، لماذا إذن المؤسسات الإسرائيلية من صندوق التراث والبلدية والمهندسين والمقاولين يتكتمون ويستخدمون ويدخل الموضوع بسرية تامة؟ هذا يعني أنهم متخوفون من شيء ما، ليس كذلك؟ في سير نحن نتكلم عن الموضوع هذا بإعلان على الملا، بس الموضوع لكن هو صار. لا في بس الموضوع مكتوب إنه إذا كان نتكلم فيه على الملا هنا، كل موضوع الجسر موجود هنا على طاولتنا، فيش سير. الرجل الدعاية الألماني جيبلز كان يقول دائما أنه إذا كررت وعدت وتكرر الكذبة سوف يصدقونك الناس. الكذبة الفلسطينية هي بارزة، وهي يعني بالطريقة لا يقبلها إنسان ذو ثقافة. المسيحية كلها مبنية، وعيسى عليه السلام، كل المسيحية مبدأ المسيحية مبني على الهيكل اليهودي في القدس، وكيف صار الرومان فيه، وكيف صلب عيسى، وقد قال القرآن شبه له. مش مهم الموضوع يعني ملايين من الناس. أرجوك لا 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 دخل انت عارف انه ملايين من المسيحيين اذا سألتهم اين كان ينشط عيسى يقولون لك عيسى كان ينشط في بيت المقدس اليهودي في القدس. هذه انت تنفي ايمان ملايين من المسيحيين والذين يقولون لا انه هذه القدس والهيكل كان عيسى يعمل فيها ويحتاج ويريد الاصلاح ايام الكهنه في القدس بيت المقدس اليهودي الثاني. ولذلك كل ما قلته عليه أي قيمة تاريخية. هذه ترتيب أسماء على مواقع لا علاقة لها. قبل أن تروح دكتور بيركو، دكتور بيركو سؤال، أريد أن أفهم مواقع قليلا. والدوران السياسي دكتور بيركو، أريد أن أسألك في الدوران السياسي بغية غطاء. دكتور قبل أن تهلوك دكتور قبل أن تهلوك، لماذا لا تتمتع المؤسسة الإسرائيلية بنفس الثقة التي لديك وتفتح موضوع الجسر بكل علانية؟ إذن شوف، أنا كنت مستشار الشؤون العربية بالقدس. عكس ما هم يطمحون إلى سفك الدماء، نحن نأخذ بجدية كل احتمال خلق تواتر. ومن يتابع الخطوات شرطة إسرائيل في القدس، نحن حساسين جدا لمسألة سفك الدماء، وكيف ممكن يعمل مشروع زي هذا بدون ما يتم إثارة مشاعر
الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين هم يقتلون في البلد، نحن نأخذهم بالاعتبار. هناك طبعا مواضيع هندسية جديرة بالذكر، ولكن عكس ما هم يقومون، وهذا الشرح الكثير اللي سألتني إياه، نحن نأخذ مشاعر الناس الفلسطينيين بالاعتبار، ننسق، نتكلم مع الأردن، نتكلم مع الأوقاف الإسلامية. هم لا، هم عن سابق إصرار وعمدا يخلقون المشاكل تيسكت الضحايا. دكتور أحمد، مناقشة الموضوع بسرية دليل أنها تهتم بالسلم العام. ارجع إلى المناقصة نفسها وأقرأ البند الذي يتعلق بالسرية، والذي يطلب من المقاولين عدم التصريح بأي معلومات تتعلق بأعمال في هذا المكان، لا أمام الأشخاص ولا أمام المؤسسات المحلية الدولية أو غيرها. يعني هم مش بدهم إياه سر عن المواطنين الفلسطينيين تحت شعار أنه بدهم يحافظوا على السلم وغير الأمن. هم يريدوا أن يقوموا بعمل لأساس قانوني له، ولذلك هو استمرار للعدوان مخالف للقانون الدولي، مخالف للشرعية الدولية، وهذه هي استواء مكسورة. أشكركم. مكسورة. استوانة مكسورة تتكرر وتتكرر، انتهى الوقت لا للأسف. يصدقها. أشكركم. أشكركم بيرفق المحلل السياسي والدكتور أحمد القيادي في حركة الصف. شكرا جزيلا لكما، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا. وبهذا نصل إلى ختام المناظرة اليوم، قدمناها لكم من الدكتور نيوز. إلى اللقاء.